لحتى نتابع هلا اذا صباح الخير عن جديد. هلا عن قريب اكثر مع كل الديكوراسيون تبع نوال اللي ممكن انه نزين فيها البوش الجينجر بريد اللي عم بيصير معنا او حتى الفادج الكريسماس فادج كيك اللي كان كمان موجود. رح نتابع التفاصيل مع الشيف فيصل حتى نشوف وين صارت. أنا ناطرة بس حتى زين. يلا نظيم لكن عن جديد أهلا وسهلا فيكم. رح نكمل وصفتنا لليوم اللي هي جينجر بريد كيك. رح نرجع نذكر إنه هيدي بدها 24 ساعة. طلعت ريحة البهارات بالاستديو كتير حلوة. وطبعا ما رح نتركهم البهارات مثل ما هن هيك. رح نصفيهم ولازم أكيد يكونوا باردين. بهالطريقة بدك تتركهم ليبردوا لحتى تكفي الشغل فيهم؟ هلا لا، هلا لحضر الكيك لأنه طبعا على طول عندنا كيك جاهز ما رح ننطرهم. بس عادة هن لازم ينطروا إنه 12 ساعة مينيموم. 12 ساعة مثل ما شايفين البهارات مع ال... يعني ما تخافوا إذا أخذتوا هالنتيجة هيدي. عصروهم للآخر لآخر نقطة. أكيد. كوست حق المصاري حرام. أوكي. هيك بيكونوا خالصين. ننتقل لتحضير الوصفة اللي هي كثير سهلة. على فكرة بتتساوى على الإيد. بتتساوى على الإيد. الخفق يعني وهيك ما بتساوى على الايد ما فيها مشكلة. وفينا إذا بدك فينا نجرب وبلا صوت المكنة نعملها على الايد هيك مثل بلا صوت المكنة. يلا هيك بحبنا المخرج كثير. هي أصلا حتى تكون تقليدية لازم تنعمل على الايد ما هيك؟ أكيد أحسن جينجر بريد إنه شيء تقليدي عادة بس بوجود يعني المكنات طيب معلش بس هيك نحس هلا بالاعياد احلى صحيح لكن طيب. نخلط كل المواد الناشفه مع بعضها يلي هي كانت فينا نذكرهم فيها نذكر فيها اللي هي 500 طحين. هلا رح يشوفوا المقادير قريبا على الشاشه على الشاشه. 500 طحين 7.5 بيكربونات الصودا 12 بيكنج باودر وبس. وهلا اكيد رح يطلعوا على الهواء ونقرا المقادير. طلعوا المقادير صاروا على الهواء. لكن عندنا 375 من المي و350 من العسل. عندنا ينسون حب 5 جرامات. عندنا 5 جرامات من ينسون نجوم. اذا ما لقيتوهم فيكم تضيفوا كميه من ينسون الحب ما في مشكله ابدا. 4 بهارات او 7 بهارات 2 جرام. قرفه ناعمه 4 جرامات. برش ليموني عدد او 2 جرام عدد وحده فيها تكون ما في مشكله. 500 جرام من الطحين و7 جرام ونص من البيكنج باودر وبيكنج صودا ملعقتين صغار او 12 جرام. وضيفين نحن برجع بذكر فيكم تحطوا روم او صودا ووتر للريسبي. صارت عندنا غلينا المي مع العسل مع البهارات كلهم سوا ومن بعد ما اغلوا غلفناهم وتركناهم يتحللوا مع بعضهم. وبذكر انه مينيموم 12 ساعة لازم ينقعوا بالبراد او بحرارة الغرفة ما في مشكلة. وقت النهار بنصفيهم وبصير عندنا هالريزلت. وهلا جاهزين تنبلش نحرك. يلا. مع التحريك المستمر وبلا طرطشة الطحين يا غادة. طيب هلا معليش اعياد اذا طرطشت كل شيء مسموح نحس بالعجقة. ايه كل شيء مسموح. صحيح بدي اوقف. صحيح بدها زنود. بدها زنود. لكن طيب. بهالوقت اللي هي غادة عم بتحرك فيهم رح ارجع اذكركم انه بالقالب هيدا انا عامل نص وصفة. هلا بهالقالب قصينا ورقة زبدة رح فرجيكم مثل ما شايفين ورقة زبدة
اوكي رشينا اويل سبراي لزقناها رجعنا حطينا القالب سكرنا رشينا عن جديد اويل سبراي ربرناها طحين ومرقنا طحين على كل جناب القالب. عندنا الفرن حرارته على 185. رح نرجع نسمع صوت الفرن يا غادة. معلش إذا فدى الجينجر بريد نسمع صوت الفرن ما بيأثر. جود. لكن تفضل. يسلموا إيديك. ولا شيء برا. ولا شيء برا. عن جد فانتاستيك. أوكي. مثل ما شايفين. بس بنعمهم مع بعضهم. أكثر. أكثر. شو بعد بدهم؟ بدهم شوي. أوكي. صودا ووتر. صودا. لكن الصودا ووتر او الرم، الرم والصودا ووتر والالكهول الموجود فيها او نقول الصودا ووتر هي بتساعدها بتشتغل مثل شغل البيكنج صودا او البيكنج باودر، واذا ضفنا روم او براندي او اي شيء كمان بيعطيها نكهه. كيف؟ عنيف. انا فارق لكن فيك 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 ما في مشكله. اوكي. بس اهم شيء ناخذ الجناب. يلا بس حتى نخلص هون برجع بذكر بس نعمل ميكسينج ما لازم تكون ايدنا هيك لانه رح تخدر ايدك وما رح تقدري تكملي هلا لانه انا على طول يشتغل المعصم الايد هيك هون ضلها الايد لا هيك بهالطريقه هي بهالطريقه هي اوكي من هون معصم الايد اذا اشتغلنا هيك وكرزنا عليها بتخدر ايدنا خاصه اذا عم بيعملوا عم بيخفقوا كريم ما فيك لكن تفل ابدا بهالطريقه. بدها تكون هالقد رخوه ايه عظيمه ما تخافوا منها هيدي النتيجه تبعها مثل ما شايفين بعد عندنا 7 دقائق يا غاده بدنا نحطها بالقالب وبدنا نزين بعد وبدنا كيف ما بدها شيء ما تصرفي همهم كله جاهز يلا والله بيقولوا لي اخر 5 دقائق ببلش تركض. اوكي وقتها بالفرن تاخذ وقت من ال 35 دقيقة لل 40 دقيقة. برجع بذكر انه ضروري يعني يتحكموا هن بالفرن الموجود عندهم بالبيت وما حدا يتبع انه لانه هيدا الفرن الموجود هون اكيد غير الافران الموجودة عندهم بالبيوت. صحيح. فين يجيبوا الميزان الحرارة ويقيسوا الحرارة الداخلية للفرن. على قد ايه؟ على 185-180. وضروري فيهم اذا بيقدروا يتحكموا بالفرن يفوتوا على حراره 200 بنرجع بننزلها على 180 يعني حراره 200 لمده 5 دقائق واكيد بالأول. اكيد الكيك رح يمتص الحراره وينزل هو بالحراره فبهالوقت نحن بننزل الحراره تتوصل لل 180 درجة. طيب في 100 سؤال بينسأل عن الفرن، إنه الفرن إذا بدنا نعمل كيك بندوره قبل بعشر دقايق، لا قبل بربع ساعة، في ناس لا بتدوره دغري وبتحط الكيك، شو الأفضل؟ الأفضل يتحمل الفرن قبل ب 10 دقايق ربع ساعة حسب إذا قويناه هيك على الآخر 10 دقايق بيكون حامل الفرن أوكي كافي فما في مشكلة يعني ما ضروري في ناس دغري بتدور وبتحط الكيك غلط أكيد لأنه بعد ما أنه حميان الفرن بتبلش على الحرارة الخفيفة بتبلش يعني تنقل المواد الدهنية مع الجلوتين الموجود بالطحين بتبلش تنشف وبهالنتيجة بنمنع أنه الكيك كله يطلع يقب وبيطلع معجن وسميه طف من جوا فكان الكيك موجود بالفرن أمين له النار على الآخر تا على مدة 5 دقائق بالأول صحيح وبعدين بدنا نرجع نخفف وبعدين رح نرجع نوطي على 185 أو 180 حسب اوكي الموجود عندنا بالبيت نحن بهالطريقة هلا رح ننظف الطاولة أنت محضر لنا بس قالب إيه؟ لا بدنا نعمل أبراكادبرا هلا وهيك ويطلع بعد شوي لحظات بدنا نزين الكيك
هالخمس دقائق والسكر يلي صار جاهز بس رح نرجع نرخي. يعني انا عم بعمل كل الاحتمالات مشان نفرجي المشاهدين اذا شو معقول يطلع معهم شو معقول يوصل للنتيجه. ابرا كدبرا اوه بجنن. نعمل له بالستار هيك لحتى يطلع بهي حي الستار. لكن هذا الجينجر بريد كيك واو عن جد نايس ريحته كثير بتشهي. وعندنا هالجليز اللي عملناه شدت فمنضيف له كمان مية الصودا ومنحركها. أكيد ما بنحط لها سكر ها مثل ما شايفين هي كان بدها زنود على الآخر. رح نعمله طريقة جليز وايت جليز بجنن. خلص هيك وبتتركها لتنشف لحالها. ايه بتتركها لحالها بتنشف بتصفي وفينا نزيد شوي سكر بودرة وفيهم إذا بدنا نحضروا الفوندون. يعني الفوندون هيدا الأبيض الجليز ريسبي كتير سهلة. كبايتين من السكر نص كباية من المي وكباية من الجلوكوز بينغالوا على حرارة 121 بيتبرد على الطاولة بيجا بنحط بالمكنة بالكف بنضرب لمدة نص ساعة بتشوفوها كيف بصير لونها أبيض. بيحطوا بيعملوها جليز هو بعده سخن أو ما ضروري؟ بده يكون حرارته بده تطلع حرارته على 45 الفوندون وترجع تنزل حرارته على حرارة الجسم ل 37 على 37 38 بنعمل الجليز منشان يطلع شايني مع السكر البودرة. بس هي بتشربها أكثر صحيح؟ اوكي رح ترجع تاخذ بعد سكر بودرة. فينا نعملها بنضل نحط طالما هي عم تشربها. فينا نعملها وجهين فينا نعملها وجهين على مرحلتين. يعني هلا رح تسمك بعد شوي رح تنشف وتسمك. اوكي هلا في عنا شيء من الديكوريشن. برجع بذكر اللي بده يعرف منين هو الديكوريشن في عمل لي اد على الفيسبوك فيصل اريدي او تويتر @شيف فيصل وكمان في ورشه ملح @future.com.lb. شو بدك تزيني هلا اجواء الميلاد اكيد فرجينا كيف بدك تزيني يا غدا. شو بدنا نحط عليه هيدا بس بدنا نقصه بعدين بده صعب نقصه. ما مشكله رح نشيله. اوكي هيدا اخذنا لانه على الثلجات لانه ابيض صار كله. هلا رح يجينا بعد الثلج. على فكره في سكر بودره ما بيرطب ما بتشرب الرطوبه. يعني بعد معك دقيقه شجرتين كثير. شو رايك نحط هالمشروم ليش ما عم بعمل له غابه؟ شو رايك هالمشروم هون هيك بتطلع على الجناب عم نعمل الغابة هلا هون او مشروم مثلا بيطلع على كعب الشجر مثلا كمان احسن. طيب اوكي شو بدنا نقلهم يعني؟ لا خلص هلا حطيناهم وما بدنا نقلهم مثلا وبدنا نقلهم ميري كريسمس يحيى هيك كلها سوا. يلا شو هي بالفرنسي وهي بالانجليزي خلص حطيتها هي. يلا ما في مشكلة مع رشة سكر ثلج حطيت له الدنيا بجنن. بس ما في شيء سانتا ناطر هون ما بعرف يا حوة بدك بعد بس خلص ايه بلا من اذا اثنين هيدا اللي جاي بالهدايا اوكي بلا عم بيتمشى وين بدك ينطر مشى صارت خبريه بنعمل سيناريو. لكن هيدي وصفتنا لليوم مشاهدينا الكرام. اكيد بتشوفوها على البيج عندي كمان بتشوفوها على البيج بورشه ملح @future.com.lb وبنقول لكم صحتين ونهار الاثنين ب 17 شهر رح نعمل نحن وياكم كريسماس يور لوك. بنشوفكم نهار الاثنين. ثانك يو.
تنان رح تكون معنا، نحن لكن بانتظارك السبت والتنان بوصفات كلها هلأ للأعياد، ما هيك؟ وحتى صحيح. لرأس صحيح. السنة كمان. مشاهدينا طبعا نحن لهون نوصل لختام عالم الصباح بما يختص باليوم، ما تنسوا أنه بكرة أكيد رح ترجعوا تلاقونا ابتداء من الساعة 10 بتوقيت بيروت.